30 سنه قاعده القعده دايما. اسمي جداد محمود بدوي من متروم، وعندي 70 سنه وشهرين. قاعده القعده دي بقالي 33 سنه، لان معايا جوز بنات بربطهم يعني، وعلمتهم علمتهم كليات الاتنين وجوزتهم، والحمد لله قاعده معاهم مع اولادهم برضه ما زلت يعني، وما مدتش ايدي لحد، ولغايه النهارده بجري على اولادي وعلى اولاد ولادي وعلى نفسي، والحمد لله ان ربنا غنينا بعيد عن الناس بدل ما نمد ايدينا للخير. اللي عندهم 25 سنه و20 سنه بمد ايدهم في الشوارع، انت لو قطعت رقبتي قطع كده وعجزت ما مدش ايدي حتى لاخوات. قلت زي ما انت شايفني كده بتشتي الدنيا، باجي اشتغل حر في عز النهار تلاقيني قاعده، والحمد لله رب العالمين يعني بجيب علاج ضغط وبجيب علاج اعصاب علشان ما مدش ايدي برضه لجوازه ولاد ولا احتاج حد منهم. ساعة باجي هنا الساعة 10 وبروح قبل المغرب يجيب ساعة. الحمد لله. ربنا يكبر بخاطرك يا ابني. نفسي أعمل عمرة، دي اللي نفسي فيه. إذا كان يعني هو ده اللي نفسي من الدنيا، إن ربنا يبارك بولادي وعيالهم وعيال المسلمين كلهم، ويبعد المرض عن الأمة كلها يا رب.